جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يجب علي إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا أتسحر للصيام؟ إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإنك تمسك عن الأكل والشرب، قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والأذان علامة على طلوع الفجر إذا كان يتقيد بالتوقيت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فجعل غاية الأكل والشرب حين يؤذن ابن أم مكتوم لأنه يؤذن عند طلوع الفجر.